هذا الطالب أخي العزيز، بالنسبة للشركة اللي ملتزمة تبليط البراضعية ولا مقصر، وشوف الوضعية التعبانة، إذا مطرت المطرة إحنا ناخذ جهالنا تكرم ننزع الأحذية ونرفع البنطلونات مالتنا للركبة ونوصل جهالنا للسيارة. هي هاي الوضعية اللي رادتها الشركة؟ السلام عليكم. بالنسبة للشركة السابقة شركة كوثران حمين كان بيها تلك وراحت الشركة وسجلتنا شركة أبراج الإمارة، هاي قامت حفرت وطينتنا وخلت وراحت. هذا فرع المدرسة وهاي تشوفون، وهاي تشوفون الطين، وهاي اجانا الفندق انتقام على عمرنا. قاموا اجى الفريق السري الكويتي، احنا نرحب بالفريق، قاموا قطعوا الشارع يا بليش، قالوا ما يصير ممنوع بأمر الدولة، والبارحة صارت هوسة وياهم ولحد الآن ما نعرف شو نتيجتها. وهاي بالنسبة للمدرسة وهاي تشوفون الطينة وهاي الخيسة، لا نقدر نعبر، لا أم لا أخت لا أخو، كلها باطل، شنو الحل ما نعرف. وبالنسبة للشركة لا تروح ولا تجي، نروح لها إيه الله كريم والحمد لله، وإن شاء الله باش وعقبه. هاي ضالين إحنا، صار لنا هاي رابع شهر على هالمعدل، وهاي جاي شوفون بعينكم هالمصيبة السوداء على عمرنا. بخصوص الخليج وكأس الخليج، بالعكس أهلا وسهلا، بيوتنا مفتوحة لهم على عيني وراسي، بس أدري هذا الخليجي والكويتي لما راح يباوع من الشباك على هالشارع يعني ليش؟ هاي أولا بهدلة أطفالنا، المدرسة طبعا كلها طيان طريقها جاي نشوفه، وإضافة للاستدارة ماكو، يعني شنت أنت تدخل للمنطقة للشارع براحتك، هسه لا لازم تفتر من المستشفى الجامعي تمشي لك 3 كيلوات يلا تدخل، تجي أمس الشارع قاطعينه والله ما تفوت من الناس، يعني بيتي يا تدخل يا بيت ما تدخل. وهاي الوضعية اللي جاي اشوفها قدامك، جاي اقول لك انا ما نضبط هذا الكلام بالخليج او كأس الخليج، لا بس خدمات يعني ما يصير هيك، ليش هيك يعني؟ خدمات صفر، وبس المقرنص بس سواه يم الفندق، بس يم الفندق باب الفندق، بس باب الفندق سوى المقرنص وسد الباب، والله ما حد يعبر، يخاف على المقرنص على السيارات تدوس عليه، والبارحه ما يخلينا ندخل، والله افتر مناك، انا افتر مناك والله على مو، وانا بيتي هذا هو هنا بيتنا، ما صار هيك حاله، مو وضعيه هاي. وباع الطين امس اطفال اثنين طاحوا رايحين المدرسه وطاحوا هنا بالطين، والله العظيم. والشركه فاشله افشل من الكوثران بعد. وين تروح؟ والله حتى تشرب ما اقدر اعبر بهذا الشارع.